يومية هي الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين، فكيف لا وهي تمضي بأساليبها الوحشية المروعة لكل من يكون أمامها. عائلة الفلسطيني الكفيف منذر مزهر كانت إحدى ضحايا الصهاينة بعد أن استيقظ الزوج والزوجة والأولاد من النوم فجراً بفزع عقب مداهمة قوة صهيونية منزلهم في بلدة الدوحة غربي مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة لتعيش دقائق من الرعب والخوف. كانوا موجهين الأسلحة علينا، ليزر، ضواب الليزر كانت شغالة، قمت مفزوعة بقولهم شوفي مين انتو شوفي. القوة الصهيونية المداهمة لمنزل منذر توجهت لرب العائلة لتنهال عليه بالضرب، فلم يشفع له فقدانه للبصر منذ نحو 15 عاماً، ناهيك عن أمراض الفشل الكلوي والسكري والقلب التي يعاني من جرائها، ثم العديد من الكسور التي تسبب بها جنود الاحتلال. أولاً أنا فاقد البصر من تقريباً 15 سنة، الفك مكسور، وأنا حالياً بنحاول نعمل إجراء عملية له، لأنه بدي يعملوا لي صفائح معدنية وخلع الطواحين، وبعد أشهر إذا في إمكانية زراعة طواحين صناعية. عندي اليد اليسرى ثلاث كسور في الأصابع، ثلاث أصابع مكسورة، اليد اليمنى إصبعين. محاولات زوجة منذر لم تفلح في إيقاف الجنود الصهاينة عن مواصلة مأساة الاعتداء على زوجها الكفيف دون أن ينطقوا بأية كلمة تفسر ما يحدث. ما بيشوفش، هذا مريض ما بيشوف، يعني ما استجابوا للإشي هذا، ودخلوا بحكي لك مباشرة على زوجي وبلشوا فيه ضرب 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 ضرب. كانت زوجتي تصرخ عليه، حرام عليك، هذا أعمى مريض، ليش تضربه؟ ما استجاب نهائيا. وعلى ما يبدو أن القوة الصهيونية المداهمة كانت على استعداد لقتل منذر، حيث أنها لم تكتفي بضربه بحسب ما أكدته زوجته. بعد آخر إشي خنقه، وحتى بحكي شفت عينه هذه كبرت، عينه اللي كبرت من كتر الخنق اللي خنقه، يعني كيف أنا خفت عن جد إنه يروح، يعني لا سمح الله. وعلى الرغم من أن رب الأسرة أكد اعتقال شاب من العمارة نفسها التي يسكنها، إلا أنه يجهل حتى الآن سبب اقتحام شقته والاعتداء عليه بالضرب بكل همجية ووحشية. ولكن بالتأكيد أن يكون فلسطينياً يعني ذلك أن يكون مستهدفاً من قبل الصهاينة في كل زمان ومكان.